الحول المحليات الأصايل. الشوط السادس في أمسية هذه الليلة من مسافة 8 كيلومترات تنطلق هذه الحول المحليات الأصايل لتتنافس على نيل الفوز والناموس والانتصار في مساء يجمع الكبار في أرضية ميدان الوثبة عاصمة ميادين السباقات التي تنطلق هذه الأسماء، تنطلق هذه التحديات بكل ما أوتي. إذن مشاهدينا الكرام، وفي هذه اللحظات أعلنت هجن الرئاسة باعتزال شو اسمه المارد إلى ميادين الإنتاج. شكرا أبو حمدان، شكرا سمو الشيخ سلطان بن حمدان الهيان على هذه البادرة المميزة والخاصة لأهالي الإنتاج باعتزال هذا البعير ليحتل مشاهدينا الكرام مكانة مرموقة مع أهالي الإنتاج وأهالي الهجن. نعود نتابع مع حضراتكم من جديد في هذه اللحظات وهذه الانطلاقات والتحديات. نبدأ إلى المسار بالمركز الأول، والبداية هناك تحكي لنا البداية من خلال هذه اللحظة وصدارة الشوط. المركز الأول الشاهينية تتواجد على صدارة هذا الشوط التابعة لهجن الرئاسة، بينما في عملية التضمير سعيد بن حمد بن دري الفلاحي نقل إلى المركز الثاني، والمركز الثاني تواجدت فيه بشاير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع، بينما المركز الثالث هنا موكب من تحتل المركز الثالث، والمركز الثالث تعود من بعد كل الخط الأبيض ما بعد كل الخط الأخضر. نشوف الآن ذخير الهجن العاصفة في المركز الثالث مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، وهملولة تحاول لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. يا سلام يا سلام، انطلقت الأسماء، انطلقت التحديات. ذخيرة، الذيبة، هملولة، هملولة والذيبة وذخيرة، والموقع الأول والمركز الأول. الله يا عشقي للمركز الأول، صورة جميلة تحكي المراكز الأولى. والذيبة لا زالت هملولة هملولة هملولة، ذخيرة، الذيبة، ولكن الله يا هملولة هملولة الآن بعدما كان الصراع ثلاثي أصبح ثنائي، ليصبح الآن وحيدا على قمة الشوط. تغرد هملولة هملولة لهجن الرئاسة، غيرت الآن، تبغي أي نقطة يا إخوان؟ خبرونا أي نقطة. هنا هجن الرئاسة انطلقت مع الظافر، مع الظافر هجن الرئاسة هملولة، والنقطة الرابعة مشاهدينا الكرام لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانطلاق، هذه لحظات وصول إلى خط النهاية مشاهدينا الكرام. تهانينا. المركز الثاني لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، الذيبة في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ثلاث المراكز، المركز الرابع ذخيرة لهجن العاصفة، والمركز الخامس بشاير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت رواية هذا الشوط، ولكن كانت هملولة في الموقع والحدث الجميل والحدث المهم في انطلاقة هذا الشوط لتأتي بالناموس والمنافسة الشيقة وفي صدارة هذا الاندفاع. هكذا كانت النتيجة. نهني كل الفائزين بهذه المنافسة. ونعود إلى التوقيت، الزمن الذي حمل هذه الأسماء وحمل هذا الشوط كما توقعت الأسماء الأخرى في المشاركة والتحديات. هنا لحظات المرور، هنا لحظات المنظر الجميل الرائع الذي تقدمت بهذه الحول المحليات الأصايل، ولكن اللحظة الأخيرة بالفعل كانت مع ابتسامة هملولة للفوز والانتصار، ومع الظافر علي بن يميل الوهيب الذي ضاف نقطة إلى نقاط هجن العاصفة هذه الأمسية ب 12 دقيقة أو لهجن الرئاسة ب 12 دقيقة 52 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام كانت الحاضرة في هذا الاندفاع الهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم 12 دقيقة 54 ثانية سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد، وكذلك إلى المضمر مطر بن سيف اللاحج، بينما الذيبة وصلت واحتلت المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد في 12 دقيقة 54 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحلو الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا السابع في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم. الشوط السابع وهو الخاص بذلل المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات، مع هذه الأمسية التراثية.